فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة للإمام إذا سلم أن ينظر إلى المأمومين فينظر يمينا وشمالا إليهم ويتفقدهم؟ نعم، إذا كان القصد التفقد فهذا طيب، أما مجرد النظر فهذا ما هو بلازم. ربما أنك إذا نظرت إليه أنه يصير عنده خجل منك ولا شيء، فلا تصوب النظر إليه إلا لحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.